أهلا بيكم في فيلم جديد وحدوتة جديدة. بيبدأ الفيلم بتاعنا في العصر الجليدي، وبيظهر السنجاب اللي بيحاول إن هو يعمل أي حفرة في التلج علشان يخبي حبة البندق اللي معاه، ولكن بيتشق الجبل وكان هيتزنق جواه، ولكنه بيقدر إن هو يجري بسرعة بره وبيقع على أرض وبيدوسه قطيع من الحيوانات اللي بتكون مهاجرة من المكان ده علشان الجو برد. بنشوف بعد كده الماموس ماني وهو بيمشي في اتجاه معاكس للقطيع، وبيزعق له واحد من الحيوانات علشان يغير اتجاهه ويهاجر معاهم، ولكنه بيتعصب عليه وبيهدده ان هو يدوسه لو ما سابوش في حاله. بنروح بعد كده للحيوان الكسلان سيد اللي بيصحى من النوم، وبنعرف ان هو غبي ومزعج جدا، وبيقرر ان هو يلحق باقي الحيوانات علشان يهاجر معاهم للجنوب. وفي الطريق بيقابل سيد اتنين من حيوانات وحيد القرن، وبيقولوا ان هم مبسوطين جدا لان هم شافوا اخر زهرة برية لسه ما ماتتش بسبب الطقس البارد، ولكن سيد الغبي بيمسك الزهرة وبياكلها، وبتتعصب عليه الحيوانات كلها طبعا وبتجري وراه. بيحاول بعد كده سيد ان هو يهرب منهم، ولكن بيخبط في ماني اللي بيتعصب جدا، ولكنه بيقرر ان هو يدافع عنه، وفعلا بيخلص على الاتنين وحيد القرن. وبيجي سيد بعد كده علشان يشكره، ولكنه بيتسبب ان هم يقعوا من على حافة الجبل، فبيتعصب منه ماني جدا وبيطلب منه ان هو يبعد عنه لانه مزعج، ولكن سيد بيفضل معاه لانه طبعا بيكون خايف من حيوانات وحيد القرن. بنروح بعدها لقبيلة البشر، وبنشوف عيلة بتكون مبسوطة وبيلعب الاب مع ابنه وزوجته، ومن بعيد بيتكلم نمرين مع بعض، وبيقول زعيم النمور للنمر دييجو ان هم هيستنوا لحد الليل علشان يهجموا على القبيلة ويخلصوا على البشر اللي فيها، وده لان البشر قتلوا كل اصحابهم، وبيأمر دييجو ان هو يجيب له الطفل الصغير حي. بنروح بعد كده لماني اللي بيجمع خشب الشجر وبيقدر ان هو يعمل خيمة ينام فيها، وبيجي سيد وبيحكي له عن عيلته اللي هاجروا وسابوه، ولما بيسأل ماني عن عيلته بيسكت وبيسيبه وبينام، فبينام سيد تحت ديله. بنرجع مرة تانية لقطيع النمور اللي بيبدأ هجومه على قبيلة البشر، ولكن بتشوفهم كلاب الحراسة في القبيلة وبتنبه البشر اللي بيقدروا ان هم يدافعوا عن قبيلتهم. وبنشوف النمر دييجو وهو بيحاول ان هو يدخل للخيمة علشان يسرق الطفل زي ما طلب منه الزعيم بالظبط، ولكن بتشوف الام وبتقدر انها تضربه وتهرب بالطفل، ولكن بيفضل يهاجمها وبيقطع العقد اللي على رقبة الطفل، وما بيكونش قدامها غير انها تنط من الشلال في المية. بيغضب جدا زعيم النمور وبيأمر دييجو ان هو ياخد معاه باقي النمور ويجيبوا الطفل باي طريقة. بنشوف بعدها زعيم قبيلة البشر اللي بيلاقي العقد بتاع ابنه وبيكون حزين عليه جدا، وبيبدأ ان هو يدور على ابنه في كل مكان. بنرجع بعد كده لسيد اللي بيتكلم كتير وبيتخانق ماني منه، وبيقربوا من البحيرة، وهناك بيلاقوا الام والطفل بتاعها، وبيساعد ماني الطفل ان هو يطلع على الشط، ولكن لما بيلاقي ان الام اختفت بيقرر ماني ان هو يسيب الطفل ويمشي. لكن سيد بيقول ان هو اكيد تايه من قبيلة البشر اللي موجودة فوق الشلال، وان هم لازم يرجعوا لاهله، ولكن ماني بيتجاهل كلامه وبيمشي، فبياخد سيد الطفل وبيبدأ ان هو يتسلق الجبل علشان يوصل لمكان القبيلة، ولما بيشوف ماني بيرجع يقف معاه. فجأة بيقع الطفل من سيد، ولكن بيظهر دييجو فجأة وبيمسكه وبيقول لهم ان هو هيوصله لاهله، ولكن سيد بيقول ان هم اللي هيوصلوه، وده لان دييجو حيوان مفترس وممكن ياكله. بيقول لهم دييجو ان البشر سابوا القبيلة ومشيوا وهو هيلحقهم علشان يسلمهم الطفل، ولكن ماني بيرفض وبيزعق له وبيقول له يمشي وهم اللي هيسلموا الطفل لقبيلته بنفسهم. بيوصلوا فعلا لمكان القبيلة، ولكن بتكون متدمرة، وبيظهر لهم دييجو مرة تانية وبيطلب منهم ان هم يسلموا الطفل علشان هيقدر يوصل لعيلته عن طريق حاسة الشم بتاعته الجبارة. وهنا بيقول ماني لسيد ان هم هيروحوا هم التلاتة مع بعض علشان يوصلوا الطفل لأهله، وبيبدأ هما التلاتة فعلا رحلتهم في الوصول لقبيلة البشر. بيعيط الطفل وبيحس ماني ان هو جعان، وبتظهر مجموعة من الطيور بتستعد للعصر الجليدي، وبيطلب منهم ماني ان هو ياخد بطيخة علشان يأكل بها الولد الصغير، ولكنهم بيرفضوا بيقولوله ان ده مخزون العصر الجليدي كله، فبيتريق عليهم ماني لان هما جمعوا تلات بطيخات بس، وبياخدوا منهم بطيخة وبيأكلها للولد الصغير وبيكون مبسوط. أما بالليل فبيقرروا إن هما يرتاحوا عشان يقدروا يكملوا رحلتهم، وبيكون ماني قلقان من دييجو وبيحاول إن هو ما ينامش، ولكنه بينام غصب عنه من كتر التعب. وبعدها بيقرب دييجو من ماني وبيحاول إن هو ياخد الطفل، ولكن ما بيقدرش. وبعدها بيحس دييجو إن في حد قريب منهم، ولما قرب منه لقى إن واحد من قطيع النمور بيزعق له النمر لأنه لسه ما جابش الولد الصغير للزعيم، وبيقول له دييجو انه بيكذب على ماني وسيد وهيستدرجهم للمكان اللي فيه قطيع النمور، وساعتها هيهجموا عليهم وياخدوا الولد بكل سهولة.
وفي تاني يوم بيصحى ماني ما بيلاقيش الطفل، وبيلاقي ان سيد اخده وبيحاول ان هو يلفت نظر البنات بيه، وبيقول لهم ان هو حارب قطيع النمور كلهم علشان ينقذ الولد ده، ولكن ماني بيوصل وبيضربه وبياخد منه الطفل. بيبص ماني للطفل وبيستغرب ازاي مخلوق بالبراءة دي وما عندوش اي مصدر قوة في جسمه، بيكبر وبيتحول لصياد يصطاد الحيوانات كلها بكل سهولة ووحشية. وبيكملوا رحلتهم، وفي الطريق بيحاول دييجو ان هو يخفي اثار رجلين النمور علشان يخدع ماني وسيد. بيشوف دييجو بعد كده من بعيد قبيلة البشر، فبيرجع لماني وسيد وبيقنعهم انهم يغيروا طريقهم علشان ما يوصلوش للبشر، ولكنهم طبعا بيرفضوا فكرته وبيقرروا انهم يكملوا في نفس طريقهم. ولكن فجأة بيحصل انهيار جبلي قوي جدا، وبيجروا جوه كهف علشان يستخبوا فيه، ولما بيحاولوا انهم يطلعوا بيكون اتقفل عليهم وما بيكونش قدامهم اي طريق غير الطريق اللي بيقنعهم بيه دييجو من الاول، فبيقرروا ان هما يروحوا معاه. بيوصلوا بعدها لكهف حجري وبيكون مرسوم عليه كل الحيوانات، ومنهم حيوان الماموس اللي لما بيشوفه ماني بيتأثر جدا لانه بيفتكر مراته وابنه اللي كانوا عايشين معاه، ولكن البشر هاجموه وقتلوهم وسابوه عايش لوحده. ومع ذلك بيحضن ماني الطفل الصغير وبيكمل رحلته علشان يوصله لاهله. بنشوف بعد كده زعيم القبيلة وهو ماسك العقد وبيحاول ان هو يدور على ابنه، وبيكون فاقد الامل خلاص ان هو يلاقيه. اما في الطريق فبنلاقي ان الارض بتتشقق تحت ماني وسيد ودييجو، وبيطلع منها حمم بركانية وبتتكون فتحة كبيرة جدا ما بين الجبلين، فبيزق ماني سيد للناحية التانية، وكمان بيعدي ماني مع الطفل. ولما حاول دييجو ان هو يعدي بيتفتت الجبل الجليدي، وكان على وشك ان هو يقع في الحمم البركانية، ولكن بيقرب ماني منه بكل شجاعة وبيقدر ان هو ينقذه. بيسألوا دييجو عن السبب اللي خلاه ينقذه، وبيقول له ماني ان هما دلوقتي عبارة عن قطيع، وان كل واحد في القطيع ده لازم يعمل كل اللي عليه علشان الباقي يعيش في سلام. بنروح بعد كده للنمور وبيقول زعيمهم ان هو ما يقدرش نمر واحد انه يصطاد الماموس، وعلشان كده بيأمرهم لما يوصل ماني لعندهم ان هما يهجموا عليه، وبيطلب من واحد فيهم ان هو يعضوا من رقبته لحد ما يخلصوا عليه. بيكون الجو سيء جدا، فبيقرروا ان هم يدخلوا كهف علشان يباتوا فيه ويهربوا من الجو السيء ده. وبنشوف سيد وهو بيحاول ان هو يرسم على الجدار، وساعتها بيقدر ان هو يولع لهم نار، وبيقرروا ان هم يستريحوا في المكان لحد الصبح. بيتفاجئوا بعدها ان الولد الصغير بدا يتعلم يمشي لوحده، وبنشوف الولد وهو بيمشي ناحيه دييجو، وطبعا بيتاثر دييجو جدا بحضنه. بيتكلم دييجو مع سيد وبيقول له ان ماني طيب جدا، وان دي اول مره يقابل حد عنده استعداد ان هو يضحي بنفسه علشان صاحبه يعيش. وبيناموا كلهم، وبيظهر السنجاب اللي بيحاول ان هو يقرب حبه البندق من النار فبتتحول لفشار. وفي تاني يوم بيكمل ماني واصحابه رحلتهم، وبتظهر النمور من بعيد، وهنا بيقول لهم دييجو ان هم لازم يغيروا طريقهم لان النمور عامله لهم كمين. وهنا بيتعصب الماموس جدا من دييجو، وده لانه كان بيخدعهم طول الطريق، وبيقرر ان هو يقتله. وبيعتذر دييجو لماني وبيطلب منه ان هو يثق فيه ويسمع كلامه، لان ده الحل الوحيد عشان يقدروا يهربوا من قطيع النمور. بيوصل بعد كده دييجو للقطيع وبيقول لهم ان سيد وماني معاهم الطفل وقربوا منهم، وفعلا بيشوفوا سيد جاي من بعيد وشايل الطفل. ولما بيجروا علشان يهاجموه بيبدا سيد يتزحلق على الجليد باغصان الشجر، وفجاه بالغلط بيقع منه الطفل وبيطير هو على قمه الجبل. بيقرب النمور بعد كده من الطفل، ولكنهم بيتصدموا لما بيلاقوا ان سيد كان بيخدعهم وان ده كان مجرد لعبه مش الطفل الحقيقي. بيظهر لهم ماني فجاه وبيقدر ان هو يرمي ثلاثه منهم من فوق الجبل ويخلص عليهم، وبيأمر الزعيم من دييجو ان هو يبدا يهاجم الماموس معاه، ولكن بيتفاجئ لما بيقف دييجو مع ماني ضد زعيم النمور، فبيتعصب زعيم النمور جدا وبيطلب من النمور انها تهاجم ماني، وبيهاجم هو دييجو، وفعلا بيقدر ان هو يضربه وبيفقد دييجو الوعي. بيروح بعد كده سيد للمكان اللي فيه الطفل وبيكونوا مخبيينه جوه فتحة في الجبل، ولكن فجأة بيظهر نمر من وراه، ولما بيهجم عليه بيتحشر هو في الفتحة وبيضربه سيد وبياخد الطفل وبيمشي. وبنرجع بعد كده للنمور اللي بتحاصر ماني، وبيكونوا على وشك ان هم يقتلوه، ولكن فجأة بيفوق دييجو وبيطير في الهواء وبياخد الضربة بدل ماني، وبيفقد الوعي مرة تانية. وبيتعصب ماني وبيشيل زعيم النمور وبيضربه في صخرة، وبتقع عليه قطع الجليد الحادة جدا وبتخلص عليه. فبتخاف باقي النمور طبعا لما بتشوف الزعيم بتاعهم مات، وبيهربوا من المكان. بيوصل بعد كده سيد وبيكونوا كلهم متأثرين باللي حصل لدييجو والحالة اللي هو فيها، وبيتأسف لهم دييجو ان هو خدعهم في البداية، وكمان بيقول لهم ان هم احسن قطيع قبله في الغابة وبيفقد الوعي.
بنروح بعد كده لقبيلة البشر، وبيكون زعيم القبيلة فقد الأمل إن هو يلاقي ابنه، ولما بيشوف البشر ماني وساد من بعيد بيجهزوا علشان يهاجموهم، ولكن فجأة بيبين لهم ماني الطفل الصغير، فبيقف قدامهم الزعيم علشان يمنحهم إن هم يأذوهم، وبيمشي الطفل الصغير على الجليد وبيرجع لوالده، وفجأة بيظهر دييجو وبيفرح جدا الولد الصغير لما بيشوفه، وكمان سيد اللي بيجري عليه وبيحضنه، وبيفرح ماني وسيد برجوع دييجو مرة تانية، وبيقرروا هما التلاتة ان هما يعيشوا مع بعض على طول. وبكده بتخلص الحلقة والفيديو بتوعنا، نتمنى ان هما يكونوا عجبوكم، لو عجبوكم فعلا ما تنسوش اللايك الشير السبسكرايب، تفعلوا زرار الجرس علشان يوصل لكم مننا كل جديد، نشوفكم في حلقات تانية كتيرة جديدة، وسلام.